بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأحييكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث عن بعض حقوق المرأة في الإسلام. لا شك مشاهدينا الكرام أن الإسلام كرم المرأة تكريما عظيما، كرمها أما وأختا وبنتا وزوجة وجدة وعمة وخالة، كرمها في كل حالتها. لم نرى دين من الأديان كرم المرأة كما كرمها الإسلام، هذا الدين العظيم الذي حثنا على إكرام المرأة. حينما نطالع القرآن الكريم نجد الكثير من الآيات، بل أغلب الآيات تحدثت عن حقوق المرأة وعن حالات المرأة وعبادات المرأة. لم نجد كتابا من الكتب يهتم بقضايا المرأة كما اهتم القرآن الكريم في سورة النساء وسورة الطلاق وسورة مريم وغيرها من السور التي اهتمت بقضايا المرأة وحقوق المرأة. إنه دين الإسلام دين الرحمة والمحبة والمودة، حينما يتحدث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وحينما يقول أيضا: النساء شقائق الرجال. فالمرأة لها حقوق في الإسلام كما أن عليها واجبات. نتحدث عن أهم هذه الحقوق التي يجب أن تحصل عليها المرأة بشرع من الله سبحانه وتعالى وبما شرعه لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمود محسن من علماء الأزهر الشريف. أرحب بك فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا. شيخنا الكريم، يعني المرأة في الإسلام لا شك أن لها حقوق وعليها واجبات. بداية لو تحدثنا عن مكانة المرأة في الإسلام، كيف يعني تحدث القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن المرأة وأهمية مكانة المرأة في الإسلام بشكل موجز، لأن المرأة لها حديث طويل ويمتد إلى حلقات. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، حضرتك بتتكلم عن حقوق وواجبات. نعم. هبدأ الحديث الأول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، عين عمر قاضيا على المدينة. نعم. فمكث عمر عاما كاملا ولم تأتي إليه شكوى واحدة، لا واحدة اشتكت جوزها ولا راجل اشتكى زوجته ولا فيهم أي مشكلة. فذهب ليقدم استقالته إلى أبي بكر. نعم. فقال له: يا عمر، أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ هي المشاكل كتيرة فجاي تستقيل. نعم. زي دلوقتي كده للأسف يعني. صحيح. فقال له: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي بقوم عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه. نعم. وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. جميل. أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه يسألوا عنه، فإن كان في مرض عادوه، وإن كانوا في شدة ساعدوه، فلا حاجة لهم بي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من هنا بقى ناخد الجزئية الأولانية: عرف كل منهم ما له من حق وما عليه من واجب فلم يطلب أكثر منه، حقه. نعم. بس وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. حضرتك بتقول إن الزوجة لها حقوق وواجبات. نعم. وعليها حقوق وواجبات. نعم. هنقول الأول بمختصر شديد قوي حق الزوج على زوجته إيه. سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه: إذا صلت المرأة خمسها، الخمس أوقات، وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. بقول لكل ست عايزة تخش الجنة التلاتة هم: تطوعي ربنا، وتصلي خمس أوقات، وتسمعي كلام جوزك فيما هو طاعة لله عز وجل. جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا
بالأحاديث الكثيرة، وربنا أمرنا في القرآن بحسن معاشرة النساء، وده أول حق من حقوق المرأة المعنوية. أصلها حقوق معنوية وحقوق مادية زي ما هنقول دلوقتي. من الحقوق المعنوية سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائه. نعم. وأنا خيركم لنسائي. أنت عايز تشوف نفسك كويس ولا لا؟ زوجتك هي مرآتك. نعم. أنت خيرك لها وبتكرمها ولا لا؟ يبقى أنت فعلا إنسان خير وإنسان كريم. ويقول: ما أكرمهن إلا كريم. نعم. وما أهانهن إلا لئيم. ويقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. صح. والله يا أستاذ أشرف بشوف بعض الأزواج وخسارة فيهم كلمة أزواج. نعم. يروح يقعد على القهوة أو على الكافيتيريا يصرف 100 جنيه و200 جنيه وابنه يقول له: أنا عايز جزء أحفظ فيه آية من كتاب الله، وهبته 2 جنيه يقول له لا، وما يهنش عليه يخش على زوجته بكيلو فاكهة أو يديها قطعة من الحلوى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. طيب فضيلة الشيخ، يعني كما قسمت فضيلتكم وقسم العلماء سابقا حقوق المرأة المعنوية والمادية، لو تحدثنا عن حقوق المعنوية ببعض التفصيل، أهم الحقوق المعنوية التي يجب أن تحصل عليها المرأة، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو يعني امرأة في حياة الرجل، يعني أيا كانت هذه أيا كان موقعها يعني. نعم. نعم. هي الأول لها حق وهي بنت عند أبيها. نعم. مش هقول حقوق بقى التعليم والتربية، لأن ربنا أمرنا. نعم. ألقوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. وسيدنا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. وسيدنا النبي يقول: ما من عبد يسترعيه الله راعية، حضرتك راعي على زوجتك وأولادك. نعم. فيموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. يبقى بنتك وابنك لازم تحتطهم وتخاف عليهم وتعلمهم وتربيهم. طيب نيجي بقى على الحق المعنوي اللي لها عند أبوها ساعة الزواج. نعم. مو عشان أنا أجوز بنتي الواحد وحش يبقى أنا اللي غلطت في حقها. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. ويقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع، وفي رواية: فإن العرق دساس. عشان كده لما سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قال واحد بيقول له: إني يتقدم إلى ابنتي فلان وفلان وفلان، جاي يخطب بنتي كم واحد. نعم. فممن أزوجها؟ قال له: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها. نعم. وإن كرهها لم يظلمها. نعم. تخير لابنتك الزوج الصالح الطائع. طب مواصفات الزوج الصالح إيه يا رسول الله؟ عنده عربية؟ لا. عنده شقة؟ لا. عنده عقارات؟ لا. ذو منصب؟ لا. ذو جمال؟ لا. كل ده مطلوب بس الأول يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. يبقى أنت لو خلفت هذا المعيار في هذا الاختيار اللي الدين والأخلاق فأنت الذي ظلمت ابنتك أولا. نيجي على الحق المعنوي التاني بقى عند الزوج. احنا قلنا لازم يكرمها ولازم يحبها ولازم يتقدم إليها بكل ألوان وأنواع البر والإحسان، وربنا اللي قال كده: وعاشروهن بالمعروف.
والباء هنا طبعا حضرتك دكتور في اللغة العربية للمصاحبة، يعني في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال يصاحبك المعروف لها. صلى على رسول الله. نخش بقى على حقها المعنوي عند جوزها بعد ما تتجوز وبعد ما يقعدوا بعض مع بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول عنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس. أفكه من الفكاهة مع نسائه. طب إحنا النهاردة يبقى قاعد في البيت مكشر وبره بيضحك، ده ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده سيدنا النبي برضو يقول أكمل من الكمال، أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهله، من الملاطفة والمداعبة والملاعبة، وهذه سنة الله في كل المخلوقات. يمكن احنا بنشوف عفوا في اللفظ اللي له الحمامة وزوجها يقعدوا يعمل هو ده الصح. وسيدنا النبي عمل كده لما السيدة عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يداعبنا ونداعبه، وفي رواية يلاعبنا ونلاعبه، فإذا حان وقت الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص، في أكبر من الزوجة وأكبر من الابن وأكبر من البنت وأكبر من الدنيا كلها. إحنا النهاردة بنبقى في البيت بوش وبره البيت بوش تاني، رغم من المفروض يكون خلاف ذلك. سيدنا لقمان بيقول ابنه يا أستاذ أشرف، بيقول له يا بني ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالطفل. تبقى مع زوجتك ابنها وزوجها واخوها وابوها وكل حياتها، فاذا وجد بين القوم وجد رجلا. طب اقول لك ابعد من كده كمان. قرات في السنه ان النبي ان سيده عائشه رضي الله عنها سئلت كيف كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته، وخارج من البيت على شغله او رايح مشوار بيبقى خارج ازاي؟ مكشر وبيضرب الباب برجله وبيرزعه وهو خارج ولا ازاي؟ قالت بالسواك، كناية عن التقبيل، ومش بقول بقى قبلة رومانسية، لا، قبلة مودة وقبلة محبة اللي ربنا قال عنها في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والحقوق المعنوية كثيرة. أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، اسمح لي نكمل الحديث عن الحقوق المادية والمعنوية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمود محسن من علماء الأزهر الشريف. أرحب بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك يا دكتور. فضيلة الشيخ، يعني قبل الفاصل تحدثنا عن بعض الحقوق المعنوية وليس كلها لأن الحقوق كثيرة، يعني واختصارا للوقت نتحدث أيضا عن الحقوق المادية في هذا اللقاء. ما هي أهم الحقوق المادية التي يجب أن تحصل عليها المرأة في هذا تحت شرع الإسلام وتحت يعني الرجل، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أما أو وهكذا؟ يعني والله الحقوق المادية كتير. نعم. بس أنا أتكلم في أربع حاجات. المرأة في مجتمعاتنا مضيعنا فيهم خالص. نعم. أول حق الميراث. نعم. لا حق في زوجها لما يتوفى، من أصعب القضايا طبعًا. قضايا الميراث ولها حق. نعم. حقوق البنت فأبوها لما نعم. يتوفى وهي بطبعها البنت خجولة وحنينة. نعم. وعاطفية، بتتكسف تقول لأخوها عايزة حقي، وهو عفوا ما عندوش وبيسوق فيها وياخد كل حاجة ويسيب أخته، رغم أن يا أستاذ أشرف ربنا اللي يعني قال لنا صلوا قسم هذه الحقوق، يعني قال لنا صلوا. نعم. وقال لنا صوموا، قال لنا زكوا، وقال لنا حجوا، وما قال لناش ازاي. قال لسيدنا النبي وضح لأمتك الحاجات دي انت يا محمد. نعم. خلاص. نعم. من الآيات المجملة، إنما الميراث بالذات
علم الفرائض. نعم. ربنا وزعه سبحانه وتعالى بذاته العلية سبحانه وتعالى. عشان كده بدأ الآية وقال يوصيكم بالفعل المضارع، يبقى. نعم. في دماغنا على طول حكاية حق النساء لأنها وصية من الله. عشان كده آخر الثلاث آيات بتوع المواريث يقول وصية من الله، فريضة من الله، يبين الله لكم أن تضلوا. أنا بستغرب إزاي واحد ما يديش أخته حقها رغم من طب هو يعرف حقه إزاي؟ ده ربنا جعل حق البنت أو ميراث البنت هو رمانة الميزان، هو المكيال اللي تكيل بيه. نعم. ربنا ما قالكش خد حقك يا أستاذ أشرف، قال لا، قال خد حقك قد أختك مرتين. يبقى مش هتعرف حقك إلا ما تعرف حق مين؟ أختك الأول. أسوأ عليها يوصيكم. نعم. الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وكأن الله يقول أعطوا النساء حقوقهن أولا. نعم. أعطوا أختك ميراثها الأول وبعد كده تبقى أنت عرفت ميراثك قد إيه قدها مرتين. جميل. إذن الميراث فرض وشرع وحق من الله عز وجل. أدي واحدة. نعم. تاني حق مادي للأسف، ودي بقى قضية شائكة الناس بتتكلم فيها في السوشيال ميديا وفي القنوات الفضائية والقنوات المحلية كتير، وأنا صراحة مش عاجبني الكلام. المهر. أنا لما أجي أتقدم لواحدة عشان أخطبها وأتجوزها. نعم. لازم أعمل لها إيه؟ مهر. ده مهر. ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. سيدنا ابن عباس بيقول نحلة يعني خالصة. نعم. لله عز وجل ما بيتجملهاش. أمال أنت هتستحل بهذا المهر؟ هذا حق خلاص. ويقول فما استمتعتم به منهن ها فآتوهن أجورهن إيه؟ فريضة. فريضة. يبقى فرض لازم يديها المهر. يجي يقول لك طيب أنا جهزت أوضة النوم والخشب يعني. هاي. ومش عارف إيه، وبعدين كتبتهم في القايمة. يا سيدي ماشي، أنت القايمة دي هي المهر والشبكة دي هي المهر، القايمة والشبكة هم المهر. نعم. عشان كده لو حصل فرقة وخلاف يكون حق الزوجة. نعم. يا سيدي اوعى اديها كل حقها. نعم. الشبكة كلها والقايمة كلها. لان ده المهر. هو انت اديتها مهرها في ايديها؟ ما ادتهاش. نعم. يا عم عايز تتجوز عليها اتجوز، ملناش حاجة، بس بشروط التعدد. عايز تطلقها وتتجوز اديها يا عم حقها. ربنا اللي قال كده. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إيه؟ قنطارا. نعم. قنطار باب. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم. وربنا يعلق بقى سبحانه وتعالى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. يجريها في المحاكم. نعم. عشان تاخد حقها اللي ربنا فرضه وشرعه لها. يبقى في الحالة دي أنا مش عايزه. تالت حق يا أشرف اللي هو حق النفقة. الزوج لابد أن ينفق على زوجته وينفق بما يستطيع، ما يبقاش بخيل عليها. نعم. ولا يبقى إيديه سايبة أو مسرف. لينفق ذو ساعة من ساعة من ساعته. ومن قدر يعني رزق على قده. نعم. عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهي. نعم. لازم تعيش مع جوزها على الحلوة وعلى المرة. نعم. يعني. نعم. ما تقولوش هات وهو ما معهوش، ما تقولوش هات كذا وهو ما عرفش يجيب، ده لا يجيب أقل منه. وإحنا عارفين كلنا قصة. جميل. الزوجة اللي زوجها راح يحج وساب لها فلوس على قد الحال يعني، فواحدة بتقول لها بقى جوزك ما يسيب لكيش اللي يكفيك واللي من شياطين الإنس. تقول لها إني علمت زوجي أكالا لا رزاقا. نعم. فإذا خرج الأكل بقي الرزاق وهو الله رب العالمين. جميل. الحق. جميل. الرابع اللي المفروض كلنا نبصوله دلوقتي ونادى به الإمام الأكبر، ومش الإمام الأكبر ده، سيدنا عمر بن الخطاب اللي عمله، اللي هو الكد والسعاية. أنا النهاردة هتكلم على نفسي. أنا النهاردة شغال موظف خلاص، وبقبض مرتب وبروح هنا وبروح هنا وبتاع وبشتغل، وزوجتي مثلا قاعد على مكنة خياطة أو فتحة محل بآلة أو بتاع بتساعدني وبتدخل، أو موظفة وبتدخل، ببني بيت والبيت باسمي، بشتري شقة والشقة باسمي، بشتري أرض والأرض باسمي، وكلنا مع بعض وبنبني عشنا كويس. طب وبعدين زعلنا مع بعض ورحت مطلقها، الله ده خدت حقها في أبوها وجابته
عندي وحطيته في مالي وفي ميزانيتي في وبعدين بناء في بناء البيت او غيره ده ينفع وده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا ابدا. اخذ حق ليس من حقه على طول. نعم، وربنا قال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ايما جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به. الرجوله ان يقول لها حقك اهو او ما ياخدش منها. والمراه في الاسلام لها ذمه ماليه خاصه. جميل. لها ذمه ماليه خاصه. صحيح. فالكد والسعايه مش من اختراع اليوم ولا من اختراع الامام الاكبر ولا العلماء، هو فرض على كل مسلم. نعم. ياخد من زوجته يديها حقها. جميل، أحسنت فضيلة الشيخ. إذن هذه هي بعض الحقوق أو أهم الحقوق المادية التي يجب أن تحصل عليها المرأة. لو تحدثنا عن قضايا الميراث وخطورة هذه القضية، والبعض ربما يفرط في حقوق البنات والنساء ويأكل هذه الأموال ويستحلها، خطورة ذلك وبخاصة في الريف عندنا أو في الصعيد، لماذا هذه القضايا فضيلة الشيخ؟ لماذا أصبحنا بهذا الشكل؟ لو حضرتك متجوز مثلا أختي، نعم، وطبعا يبقى شرف لي، أنا عندي أخت واحدة متزوجة ومخلفة، وبعدين أجي تقول لي أنا عايزة حقي عشان أقول لها بقى أنا أديه مال أبوي أنا تاخده أنت، لا عشان تدي لجوزك ينفع؟ ده مش حقك يا حبيبي. نعم. ده حقه. وبعدين أنا عايز أقول للي بيديش أخته الحق بقى المرض ده، أنت ارتكبت أربع جرائم لا علاج لها. نعم. وعملت شرخ في المجتمع وفي الأسرة لن ينصلح أبدا. أول حاجة أنك أكلت المال بالباطل، وسيدنا النبي بيقول لك أيما جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. والعياذ بالله. ويوم القيامة وانت حضرتك اتحاسبت صليت وزكيت وحجيت ومسكت السبحة وكنت يعني تقي قوي، ربنا يقول لك ما انتش داخل الجنة، نصيبك في الجنة وبس ما انتش واخده. ليه؟ عشان حرمت اختك من ميراثها. نعم. ده سيدنا النبي اللي قال كده، من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من نصيبه في الجنة. نعم. بقول له مش كده وبس، ده انت يوم القيامة الاراضي اللي خدته من اختك او الارض او البيت او يوم القيامة هيتعمل لك طوق من نار جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ما تقوليش بقى أولادك وحشين ليه وبنتك وحشة ليه والدنيا خربانة ليه، لأنك أطعمتهم من حرام. صحيح. تاني جرم عمله أنه قاطع للرحم، قطعة الرحم، وربنا ذكر في القرآن أن قاطع الرحم هو مفسد في الأرض. صحيح. قرنوا بالإفساد. قال عسيتم. أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقاطع الرحم مفسد في الأرض. صحيح. يقول لك رزقي قليل، عشان كده ما أنت قاطع للرحم، أختك ما بتكلمكش، ولو بتكلمك هي مش راضية، بس عشان حنينة وعطوفة مش عايزة تزعلك وحضرتك ما عندكش دم. نعم. سيدنا النبي يقول من سره أن ينسي الله له في أجله، يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. نعم. ولما خلق الرحم استجارت وشكت وقالت يا إلهي هذا مقام العائذ بك من القطيع، أخويا هيقطعني، الرحم هتقطعني. جميل. فقال الله لها أنت الرحم وأنا الرحمن. جميل. اشتققت اسمك من اسمي، أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. نعم. رابع جرم بيعمله للأسف وهو مش حاسس أنه تعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله. نعم. فقد ظلم نفسه. جميل. إذن. نعم. واعتبر آكل لمال اليتيم أيضا. نعم. لأن البنت. نعم. بعد وفاة أبيها تصبح يتيمة. يتيمة. ويجي. نعم. يوم القيامة بقى خارج من خريه ومن عينيه ومن أذنيه ومن فمه لهيب النيران. إيه ده يا رب؟ ده أكل حق اليتامى وخاصة حق أخته في الميراث. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم. وسيصلون سعيرا. نعم. فضيلة الشيخ أخيرا، يعني ربما يفهم البعض بعض الأمور الخاصة بالعلاقة الزوجية يفهم فهما خاطئا حينما يعني يضرب زوجته أو يهين زوجته إهانة شديدة. يعني
يقول أن القرآن قال ذلك واضربهن ضربا غير مبرح وغيرها من الآيات التي يعني تحدثت عن هذا الأمر، ولكن الفهم فهم خطأ. ليتك توضح لنا الفهم الصحيح لهذه الآيات. هي مفاهيم كتيرة، نعم، الناس فهمها خطأ، ولكن السبب إيه؟ إن كلنا بنتكلم في الدين زي ما احنا عايزين، إنما في علماء نتعلم منهم، في كتب تراث موجودة نتعلم منها. زي ما حضرتك بتقول ربنا قال واضربوهن، يا عم الحاج ضربتها ليه؟ ربنا اللي قال كده واضربوهن، بص المرأة تكسر لها ضلع يطلع لها 24، يا سبحان الله، صدق الشيطان الرجيم، ما أنزل الله بهذا من سلطان أبدا. حضرتك بتصلي، بتصلي ازاي؟ بتزكي، بتزكي ازاي؟ بتحج، بتزكي، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضربوهن أنا عن نفسي بعتبرها من الآيات المجملة اللي ربنا بيقول أنت لك حق في أن تضرب زوجتك. طب نقف عند تضرب زوجتك دي ازاي؟ تضربها ضرب غير مبرح، العلماء قالوا هو ضرب يشبه المداعبة، قلتها مرات يعني بالبلدي كده زي ما عندنا بنقول في القرى يزغزغها كده، كما كان يفعل النبي بالسواك مع زوجاته. يبقى إذن السنة فسرت لنا الضرب دي ازاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربش، قال لو ده لم يثبت عن رسول الله أنه ضرب بيدي شيئا قط صلى الله عليه وسلم إلا مجاهدا في سبيل الله، عمره ما ضرب حد أبدا، حتى زوجاته ال 12 ما ضربش واحده منهم. يقول للسيده عائشه لولا اني اخاف الله لاوجعتك ضربا بهذا السواك. يبقى المعنى ايه؟ ان الله شرع الضرب غير المبرح للاشعار بان للزوج ان يضرب زوجته، ولكن الرسول وضح لنا ذلك وقال اياك ان تضرب لانني لم اضرب. في برضه مفهوم تاني عايز اتكلم فيه بقى في اخر الحلقه، اللي هو الرجال قوامون على النساء. الناس مفكره ان القوامه دي يعني تشريف، لا، هي تكليف وليست تشريف، هي غرم وليست مغنم. وعشان كده ربنا يقول ايه؟ بما فضل الله ايه؟ بعضهم على بعض، بعض الرجال، بعضهم على بعض. يبقى المرأة فاضلة ومفضول عليها، والرجل فاضل ومفضول عليه، فالرجل مثل المرأة والمرأة مثل الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى قائم عليها أي على خدمتها ورعايتها وإلى آخره، والكلام كثير. مشاهدين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمود محسن من علماء الأزهر الشريف. أشكرك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء. الله خيرا. من أكرمك. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.